تتولى واحد اللجنه ديال تقديم العريضة اللي كتجي كتكون هي كتقوم بصياغه العريضه اخذه بعين الاعتبار هذه النقاط هذوك اللي بالاخضر امثله صياغه جمل قصيره جدا توضح الموضوع الذي ترغب فيه الذي ترغب من الاشخاص دعمهم يجب ان تكون عباره موجزه دقيقه مزوده بالمعلومات بمعنى انا انسان ما يبغيش يصيغ واحد العريضه ما يعتبرش اطناب ان المخاطب هو شخص اداري يتعامل بلغه اداريه لغه بسيطه مركزه قدر ما يكون الخطاب مركز قدر ما كيحقق الهدف ديالو كتكون معارضه في العريضه فيها 4 5 ديال الصفحات كتكلم دخلتي في واحد الحاله جالسه في شي قهوه اللي كتخيل شي حالات ما كاينش في الواقع كاع فربما المصداقيه ديال العريضه ما كتكونش بحال مثال الاسراع بتوفير الاناره العموميه بزنقه مثلا السلام او شهاده الحريه الكائن بجماعه كذا وكذا هذا هذه فكره كتكون مختصره وباينه كنقولوا السب المحدده جدا الحرص الشديد على ان تكون الاسباب الداعيه لتقديم العريضه والاهداف المتوقعه منها مختصره ومركزه فكلما كان المضمون طويلا ويستغرق وقتا طويلا للقراءه سيقلل ذلك من دعم المواطن العريضه حتى المواطن اللي كيبغي يشوف العريضه كيبغي يقراها كيشوف طويله بزاف اول حاجه كيجي خوف عليك كيقول لي شنو كاتب هذه العريضه هذه الاولى ثاني حاجه كتكون العريضه مختصره كتشجع انه يقراها بسرعه يقدر انه يوقع عليها ومهما كان حجم العريضه فينبغي بسط بين اسباب تقديم العريضه واهدافها بشكل واضح ومحدد بحال مثلا نحن سكان كذا كذا نخبركم بان الشارع كذا كذا تنعدم فيه الاناره العموميه منذ مده تزيد عن شهر وقد ادى هذا الوضع الى تعرض السكان والماره لاعتداءات جسمانيه ومعنويه متكرره من قبل مجموعه من المحارفين حددت الاهداف حددت الدواعي وربما يعني الرساله كانت قويه لا اللي غادي يوقع معك العريضه كيقول فعلا هذا الموضوع كيعنيني ولا كذلك الجهه اللي غادي نصيفط لها العريضه اللي كتقول فعلا ان هذا الموضوع يجب ان ياخذ تدخلا عاجلا وسريعا بسرعه لان هذا اللي كتحدد له الدواعي والاهداف كتكون عندك معطيات دقيقه ماشي غير تخيل تاع نص هذيك البلاصه من فاش الاناره تتعرض لاعتداءات وكذا وفيها الكريساج وفيها كذا ربما المسؤول ياخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وكتكون سرعه في التعجيل هذه فقره ثانيه او فقرتين تحتوي كنديرو كنحددو الاهداف والموضوع والاهداف ديالو كنديرو واحد فقره ثانيه او فقرتين تحتوينا على معلومات كنعزز بها مثلا هذيك المنطقه ربما كاين حاله الاعتداء يوم الكذا كذا تم الاعتداء على مواطنه بكذا كذا يوم الفلاني عندك معطيات حيت انت ما كتحاشش كترفع على الموضوع ديالك لان النهار اللي كتجلس معاهم باش خصهم يشوفوا مجال ديال التدخل عندك معطيات كما شفنا البارح في الاليه ديال الترافع ملي كيكون انا مثلا عندي معطيات قدي ماشي غير كنهضر بالكلام ربما كلام هكذا حماسي ولا لا عندي معطيات بتاريخ فلاني فلاني تعرضت المواطنه كذا كذا لكذا بتاريخ فلاني المواطن كذا يعني كتحدد معطيات دقيقه بالتالي كتعطي القوه للعريضه ديالك اخر كنختموا العريضه اشنو المطلوب يعني هذه الجهه اللي غنصيفط لها اشنو المطلوب لهذا السبب الذي لا يحتمل الانتظار نطلب منكم الاسراء باعاده توفير الاناره العموميه يعني كتحثهم ان بسرعه خصهم يتدخلوا لان هذه المجال ديال اختصاص ديال مثلا المجلس البلدي بالشارع المذكور وادراج نقطه في جدول اعمال مجلسكم تتعلق بتجديد المحول الكهربائي وكذا يعني كتدير انك يعني تقوي من الطلبات ديالك وكتكون طلبات معقوله وطلبات مشروعه المرتبطه في التي تسبب في انقطاعات متكرره كتقول مثلا ربما ماشي محول قديم ولا شي حاجه خص الجهات المسؤوله تدخل بسرعه وتحاول انها فعلا على هضره التدقيق اللغوي حنا كنصيغوا واحد العريضه مختصره بسيطه مركزه جدا نردوا بالنا من الاخطاء اللغويه باش ما نكونوش حنا مسخره للاخر لا اللي غادي يوقع معنا يقدر مثلا يكون شي واحد متطلع في اللغه العربيه يقدر يكون شي واحد في واحد الفئه مثقفه فتنبيه له انا مثلا كجمعيه ولا كذا ماشي درت شي ما يمكنش حتى مربوطه ودرت مبسوطه ولا مبسوطه درت مبسوطه الضاء مع الضاء والدال هاد الاخطاء ولا الركاكه في الصياغه هذه يقدر يعرضني لموقف محرج جدا سواء مع الناس اللي غادي يوقعوا معايا العريضه او لا الجهه اللي غادي يمكنش نصيفطها اداريا وتوصل للناس اللي غادي يقراوها والمجلس اللي غادي يتكلف بها الاخ ما كنصيف فيها اخطاء لغويه او لا ركاكه في الاسلوب او لا طلب كيحتمل مجموعه ديال التاويلات فالتاويل كيكون مثلا لغه مركزه ولغه بسيطه كتكون واضحه كما شفنا في هذه الامثله حيت كتقول له نتوجه ونلتمس منكم بناء على كذا واستجابه لكذا شي كلام حماسي فكيفقد حتى ديك العاده كيفقدها القيمه ديالها قراءة العريضة من عدة أشخاص لم يشاركوا في صياغتها والاستماع إلى ملاحظاتهم بطبيعة الحال حنا ما كان في هذيك اللجنة اللي كان عندها العريضة هذه المراحل قبل ما كيقراها المواطن عاد يوقع وكذا الناس اللي كنعرفهم ادرى بالصياغه وعنده في المجال اش كنقول له ممكنش معايا هذه العريضه هذه كيحاول يقراها كيقول لك ربما الفكره بدلها هذه الصياغه ديالها تتماشى مع هذا كيحاول انه يعطيك ملاحظات وحنا دائما الملاحظات البناءه ناخذها بعين الاعتبار كتكون شي ملاحظه بناءه تؤخذ بعين الاعتبار
توقيع اللائحه العارضه واللائحه ديال الدعم ديالها. اذا نشوفوا العارضه المقدمه من قبل المواطنين كما من قبل المجتمع المدني. اذا الموقع شكون كيوقع على العارضه؟ اول حاجه هم الاعضاء ديال اللجنه، الناس اللي وجدوا العارضه، خمسه فما فوق هما اللي كيوقعوا. كذلك الموقعون في لائحه الدعم العارضه التي تكون مرفقه بالعارضه، طبيعه الحال عندنا العارضه موراها اللائحه ديال التوقيعات، هم بالاضافه الى اصحاب العارضه المواطنون مدعمو العارضه الذين توفر في الشروط. اول حاجه يكونوا من ساكنه الجماعه المعنيه، مثلا واحد الجماعه محدده او واحد الحي محدد، ويمارسوا بها نشاطا معين، يعني كيكونوا في هذيك المنطقه، لان الموضوع كيعنيهم هما. مايمكنش مثلا دابا الدوار الفلاني هو اللي عنده مشكل، نمشي انا نجيب مثلا شي دوار بعيد ونجيب لي كارت ديالهم وكذا، يعني حتى القوه ديال العائله كتفقد المصداقيه ديالها. ان تتوفر فيهم بطبيعه الحال ان يكونوا مستجدين في اللوائح الانتخابيه، تكون لهم مصلحه في تقديم عدم معنى المخرجات ديك العارضه، او اللي غادي مثلا المشروع اللي غادي يدار او المطلب اللي غادي يتحقق خصو يكون كيستافد منه. يعني هو غادي يستافد من هذاك المطلب، لان مادام هو دار هذيك العارضه الا و مثلا عندنا واحد الدوار ما فيهش مدرسه مثلا، هذا كمثال، ولا ما كاينش اعداديه في واحد المجموعه ديال الدواوير، ما كاينش اعداديه. اذا حنا درنا مطلب ان خص دار اعداديه في الدوار، فخصنا هذوك الساكنه كلهم ولادهم اللي غاديين يقراو في هذيك الاعداديه هذيك، وهذا كمطلع اللي خصو يترافع عليه هذه المجموعه ديال هاد الاشخاص هذو. بطبيعه الحال العريضه المقدمه من قبل المجتمع المدني، بالنسبه للجمعيات يجب ان ترفق العريضه المقدم من قبلها بلائحه دعم العريضه بالوثائق المثبته، كاين وثائق ديال سميتو الوصل الإذاعي النهائي، هذا من الوثائق، النسخه من الوصل الإذاعي المسلم للجمعيه، والفروع المؤسسه التابعه للاقتداء اذا كانت هذه المؤسسه عندها فروع، او وثيقه تثبت ان المؤسسه ان الجمعيه مؤسسه بصفه قانونيه وفق الاحكام ديال الظاهر، نسخه من نظام الاساسي اذا كان الوصل الإذاعي النهائي، اغلبيه الجمعيات عندهم الوصل النهائي طبعاً حيث يعني عندهم نسخه من نظام اساسي للجمعيه، وثيقه تثبت صلاحيه المخول الشخصي الذي يتولى باسم الجمعيه، تتبع المسار التقديمي كل هذيك لائحه الاعضاء ديال المكتب كتكون اساسيه المفعول، ماشي مثلا المكتب انتهت الصلاحيه ديالو وهذا عاد غادي يقدم عارضه، ما كنظنش ان هذه المساله تكون، ولكن هذا المكتب هذا يجب ان يكون سالي المفعول، او لا مثلا السيد غيكون عضو من الجمعيه، رئيس الجمعيه كيكتب شي يعني شي تزكيه ان هذا السيد عضو في الجمعيه وهذا، وخولت له يعني المكتب الجمعيه خول له انه شنو يتكلف هاد العريضه هذه، معنى هذاك الشخص اللي غادي يتبع ديك العريضه خصو يكون عنده الصلاحيات، عنده واحد الوثيقه كتثبت شكون هو، ما كاينش شخص مجهول يبقى يسول على يدفع العريضه ويبقى يسول عليها في الوصلات واش تسجلات واش هذه النقطه تدرج او لا تدرج، ما يمكنش خصو واحد الوثيقه باش اي واحد منك يطلب منك هذه النسخه هذه كتكون عندك. لائحه الدعم العريضه، هنا عندنا واحد المثال، اللائحه كتكون كنحد واحد الرقم ترتيب مثلا كانوا 100 خصو يكون مثلا عندنا نسخ، هاد اللائحة هادي كتضم، أنا غادي نحاول نكبرها لكم،